السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة، برج الأسد. وما هي رسائل القدر لمولود برج الأسد؟ ماذا يخبئ لك القدر؟ كيف يراك؟ وماذا يريد أن يقول لك قدرك يا مولود برج الأسد؟ بس ما يبدأ الفيديو، لو انت جديد معانا في القناة اضغط اشتراك وفعل الجرس من اجل ان يصلك التوقعات الشهرية والاسبوعية واليومية لبرجك، ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب امامك على الشاشة. نبدأ بسم الله. ست سيوف، فتى العصا، فتى الكؤوس. برج الأسد، القدر يريد أن يقول لك أنك منذ طفولتك ونعومة أظافرك لم تكن تريد شيء إلا وكنت تجتهد من أجل تحقيقه. تمكنت من تحقيق نجاحات كثيرة وفزت بأشياء كنت تريدها. سلبت حقوقك من القدر وحصلت على ما تريد، أهدافا حققتها، نجاحات وصلت إليها. تمكنت من تحقيق الكثير. يعدك القدر أنك لن تتوقف رحلتك أبدا، وأنك ستظل دائما تريد وتحصل على ما تريد. ستنتقل من مكان لآخر، ربما من عمل لآخر، ربما ستسافر، ولكن ستظل دائما لك أهداف لتحققها. الشفاء، ثالث الكؤوس، وتسع سيوف. ربما ما عانيت منه جعلك قوي، وما مررت به لم يكن رحيما بك وإنما استنزفك. ربما يتملكك الكثير من الخوف من المستقبل. لست مطمئنا وتخاف أن يتكرر ألمك. ربما الألم كان أصعب من أن يستحمله أحد، ولا تدرك هل إن عاد عليك نفس الألم مرة أخرى برغم قوتك هل ستتحمله مرة أخرى؟ القدر يعدك أنه لا مزيد من الألم، وأن القادم هو الشفاء من الألم الذي عانيت منه طوال حياتك. فأبشر بأن قلبك مهما كان خائفا سيطمئن، وأن روحك مهما كانت تنازع ستطمئن بداخل جسدك وستعود حياتك كما كانت. الإمبراطور، ست كؤوس، فتى العملات. ربما أكثر شيء ستحظى به في حياتك من متع الحياة وزينتها هو ابنك أو ابنتك يا مولود برج الأسد. سيقر الله عينك في أبنائك حتى تراهم من الشخصيات صاحبة السلطة والشخصيات القوية ذات المركز في هذا العالم الكبير. ربما جميع مخاوفك بشأنهم لن تتحقق،
وإنما سيتحقق أكثر مما كنت تريد لهم من خير، وأن الله سيقر عينك بهم. فلا تخاف أبدا يا مولود برج الأسد على أبنائك، فهم في رعاية الله. الكأس الكبير سبع عملات ثمان عملات. ربما ستحقق أموالا كثيرة في حياتك، إلا أن مشكلتك أنك دائما تريد أكثر مما تستطيع تحقيقه. يعني لو هنفترض إنك هتحقق سبع عملات، فأنت كنت تعمل من أجل تحقيق ثمان عملات، فربما هذا يشعرك بالظلم أو بالإجهاد، لأنك بذلت أكثر مما حصلت عليه، ولكن في النهاية النتيجة واحدة، هي أن كأسك سيفيض من المال في حياتك يا مولود برج الأسد. الشيطان، النجمة، خمس سيوف. ربما أنت حلم الكثير، الكثير يسعى لأن يلمسك ويقترب منك ويراقبك الجميع، وتحديدا من هم أصحاب السلطة. فتوقع أن تأتيك عروض ارتباط، ليست عروض جدية، وإنما عروض جنسية كثيرة في حياتك. سيكون هذا اختبار الله لك وفتنة الشيطان في حياتك، فاختر من أنت ومن الذي تريد أن تظهر أمامه وكيف. فارس السيوف، خمس عملات، القوة. في نهاية حياتك سيكون المال بالنسبة لك هو الزهد، وستكون القوة بالنسبة لك هي أنت وقراراتك، فربما تصير أنت الدعم والقوة لجميع من حولك. امتنان ساحر، كن متحمسا واسمح للمجهول، يعني كن ممتنا لمن يشعل الحماس في قلبك، واسمح بالمجهول والمغامرات أن تدخل حياتك. قوة الماس، ربما قوتك الحقيقية في مدى تحملك للصعوبات، فافتح قلبك وانظر من يشبهك في نفس طاقاتك واهتزازاتك وطبيعتك. أتمنى تكون القراءة عجبتك يا مولود برج الأسد. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من أجل أن يصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية واليومية لبرجك، ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب أمامك على الشاشة. شكرا يا مولود برج الأسد، السلام عليكم.